Assalamu alaikum, Fatima. Wa alaikum assalam. Are you ready today for a fun reviewing session for Surah Al-Baqarah? Yes. Alhamdulillah, Fatima has memorized the entire Surah Al-Baqarah in like how many days? Like a month, right? Yeah, like around a month, which is very impressive because it's the longest surah in the Quran. Did you know that? Yeah? Was it difficult? How, tell me about your experience. You just have to concentrate and then you'll just get it. Really? And who helped you memorize? My mom. Okay, good. Alright, so let's see how good your memorization is. It will test you from 10 different places from the entire Surah Al-Baqarah, and you have to continue from where I ask you, okay? Let's begin. Bismillah. We can't see. That's not fair. That's cheating. Okay. Okay, let's start, Fatima. And open to first page of Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. ما شاء الله. Great job, Fatima. You did it. So you got 1 out of 1 point so far. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شايفة ما قالوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له عابدون. ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. 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 ونحن له عابدون. Good job. ما شاء الله. Good job, Fatima. Two. Yes. Now I have 8 more. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا
أفرغ أفرغ علينا صبرا وثبت 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 أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ما شاء الله. Good job, Fatima. That's 3 points. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Okay, good. MashaAllah. Good job. That's 4 points, right? Yeah, 6 more. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Good job, Fatima. That's 5 points. Okay. This one is okay. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. That's 7 points, right? Or 6? 6.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير. وقال ما تعملون بصير. Good job. That's 7 points, Fatima. Next one. Yes. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يؤمنون. لا يعلم. لا يعلمون. الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ما شاء الله. That's 7 points or is it 8? Sorry, it's 8 points. Okay. One more and then the big ayah. No. Yes. I don't want to take the big ayah. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون بصير. عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله بما تعملون والله على كل شيء قدير. Mashallah, good job. Okay, Fatima, the last one that you're gonna do is the huge eye. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Maybe we can say this one together, right?
Fatima, do you want to do the biggest ayah together now? Yeah. Okay, let's say it together. From Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum, okay? Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ما شاء الله. Good job, Fatima. MashaAllah, that's very good. You got all the points right. Yeah. Are you happy? Are you proud? Mm-hmm. Okay, good. So Fatima just finished memorizing Surah Baqarah. That's why she's still practicing and reviewing all her mistakes, and she's going over the entire surah, alhamdulillah. And also, because you did this great accomplishment, you will get a very nice gift from Abu and Ma, inshallah. Are you excited? Okay. All right. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bye.